مساء الخير، انا محمود بلال، محامي في المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. اللي حصل باختصار انه امبارح حوالي الساعه 12 الا ربع بالليل انا كنت جاي المكتب لانجاز بعض شغل، فوجئت بحوالي 50 شخص او اكثر واقفين سادين باب العماره. لما فوجئت بانه في حوالي 50 شخص او اكتر كلهم لابسين ملكي، ما فيش ولا واحد فيهم لابس ميل، سابين باب العماره تحت، منعوني من الدخول. سالتهم انتوا مين؟ فقالوا لي احنا شرطه وعندنا عمليه بننفذها هنا في العماره وممنوع دخول او خروج اي شخص. قلت لهم من فضلكم انا محامي ومكتبي هنا في الدور الثالث، وطلعت لهم كارنيه المحاماه بتاعي. قالوا لي برضو مش هينفع تطلع، لو سمحت خليك على جنب. قلت لهم لا انا مصر ان انا اطلع مكتبي. فراحوا زقوني وقالوا لي قلنا لك مش هتطلع. قلت لهم انا محامي. قالوا لي ده ما يهمناش، قلنا لك مش هتطلع. فخدت جنب لان هم كانوا سدين الباب باجسامهم، اخدت جنب لحد ما فوجئت بخمسه من زمايلنا المتطوعين في المركز بيتساقوا على السلم بيضربوهم، وفي احد الناس اللي كانوا واقفين في القوة اللي هجمت المكان بيصور الشباب وهم بيتضربوا. فأنا فهمت إنه العملية اللي هم قالوا عليها دي كانت عندنا هنا في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قلت لهم المكان ده مكتب محاماة، ما ينفعش إن أنتوا لا تدخلوه ولا تفتشوه ولا تقبضوا على حد منه ولا يعني تاخدوا منه حاجات، ولو كل ده ينفع فما ينفعش إن أنتوا تضربوا الناس وما ينفعش إن أنتوا تصوروهم وهم مقبوض عليهم. فقالوا لي طيب يعني ما دام انت زميلهم وبتشتغل معاهم يبقى انت كمان يتقبض عليك. شتموني طبعا يعني بشتان كتير، انا والزملاء اللي كانوا موجودين معايا. حطونا في عربيه ميكروباص بنمر عاديه، ودي كانت اخر حاجه شفناها. اول ما دخلنا العربيه اخذوا موبايلاتنا، لقيناهم جايبين ثلاث اجهزه كمبيوتر من المركز واوراق ما نعرفش. احنا لسه للاسف ما قدرناش نوصل ملفات القضايا اللي عندنا عشان نعرف ايه الملفات اللي ناقصه او الاوراق اللي ناقصه. بعد كده غموا يعني خلوا كل حد يقلع التيشيرت او البلوفر اللي هو لابسه، ربطوا عينينا بيهم، وبعد كده قطعوا ملابس زميلنا مصطفى عيسى وقطعوها الشرايح كده، يعني أيدوا ايدينا بيها ورا ظهرنا. قعدنا في الميكروباص ده فترة من الزمن. بعد كده دخلنا مكان ما نعرفش ايه هو، احنا كل ده متغميين. ركبنا اسانسير وخرجنا من الاسانسير ده، رصونا كده جنب بعض وشنا للحيطة متذنبين بالبلدي، ورا كل واحد فينا حد من الشرطة. اي حد مننا كان بيعترض على التغميه او على التأييد او بيطلب ان هو يدخل الحمام او بيسال سؤال من نوعيه احنا موجودين هنا ليه او ما انتوا احنا فين او قاضين علينا ليه او حاجات بالشكل ده، اي حد بيعترض على اي حاجه بتحصل، اي حاجه من كل الحاجات دي كانت بتقابل بانه الشخص اللي واقف وراه بيضربه ضرب شديد. يعني انا في اثناء الضرب ده نظارتي الطبيه اتكسرت، وسمعت من محمد عادل بيشتكي من انه كتفه مخلوع. بعد كده هم اخذوا كل واحد فينا، يعني انا فصلوني عن بقيه المجموعه وفصلوا محمد عادل عن بقيه المجموعه. دخلوني في مكتب والناس حاولت ان هي تدردش معايا، يعني انا قلت لهم انا يتفتح معايا تحقيق رسمي وتقولوا لي ان انا متهم بايه، يتخرجوني. سكتوا وبعد كده رجعوني تاني مع زمايلي. فضلنا برضو متغمين وواقفين ظهرنا وشنا للحيطه، ممنوع حد فينا يتحرك او يقعد او يعمل اي حاجه. الموضوع ده استمر مثلا من حوالي الساعه 12 بالليل لحد 9 الصبح. بعد كده خدونا واحنا برضو لسه متغمين وايدينا مربوطه، خدونا نقلونا بميكروباص برضو لمكان.
لما وصلنا المكان ده خلعوا الغمامات من على عينينا وشالوا القيود من ايدينا, قالوا لنا انتوا في اسم عابدين واحنا مش محتاجين منكم حاجه ومش عايزينكم وتقدروا تروحوا. طب احنا كنا فين؟ طب كنتوا قابضين علينا ليه؟ ما حدش ادانا اي معلومه. طيب الزميل السادس اللي كان معانا راح فين؟ ما حدش ادانا اي معلومه. رفضوا يجاوبونا عن اي اسئله في يعني لما قلنا لهم طيب انتوا يعني باي حق تضربونا او تقبضوا علينا او 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 يعني كل الانتهاكات اللي حصلت لنا دي, قالوا لنا احنا اسفين وتقدروا تفضلوا تروحوا.